معكم زهرة بوشبتي، اليوم نتكلم على الإضراب عن الرضاعة. بزاف ديال لي بيبي كيديروا الاضراب عن الرضاعه، فهما واخا يكونوا تيبكيو بالجوع اون فوا كتحطهم الام في لو سان ديالها فهما تيتعصبوا تيبداو تيبكيو. هاد لا سيتوياسيون فهي مؤلمه وديستابيليزونت للام وصعبه على الام. الا لو بيبي ديالكم دار اضراب عن الرضاعه فثقوا في راسكم وعرفوا بان كل مشكل عنده حل. الوغ هاد الاضراب عن الرضاعه الاسباب ديالو متعدده. تقدر مثلا لو بيبي يدير اضراب عن الرضاعه لانه تخلع من لا رياكسيون ديال الام ديالو غوتات فاش عندها. تقدر باغ اكزومبل تكون الام بدلات لو بارفان ديالها وما عجبوش هذاك لو نوفو بارفان، يقدر يدير اضراب عن الرضاعه. تقدر يكون عنده ديزافت في الفم ديالو ولهذا السبب فهو تيرفض التادي ديال الام ديالو. فالاسباب كانت متعدده ومهم نلقاو السبب باش نلقاو الحل بطريقه سهله. الوغ الا لو بيبي ديالكم دار اضراب عن الرضاعه، اول شيء حاولوا تتصلوا بمستشاره في الرضاعه الطبيعيه اللي تعطيكم توضيحات اكثر على لا سيتوياسيون ديالكم. حاولوا تدوزوا الوقت كثير اون بوا بو مع لو بيبي ديالكم. حاولوا تقترحوا لو سان على لو بيبي ديالكم وهو ناعس ولا نص فايق نص ناعس. حاولوا تاخذوا ان بان مع لو بيبي ديالكم، حمام مع لو بيبي ديالكم، وفي وسط لو بان اقترحوا عليه تادي. وحاولوا ايضا تكلموا مع لو بيبي ديالكم فهذا مهم جدا. فسروا له بان هاد لا سيتوياسيون ال فو ران تري تريست، كو هاد لا سيتوياسيون مؤلمه وصعبه عليكم. والاضراب عن الرضاعه فهو تيقدر يدوم ايام متعدده، بعض المرات اسابيع، وانتم في هاد المده تيغيو الحليب ديالكم باش تحافظوا على الانتاج ديالكم، وعطيو الحليب ديالكم اوترومون وبيبرون ولا بلاك ولا بلا سيرينغ.